السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة الأحبة، أهلا وسهلا بكم مع الدرس 102 من دروس تعلم اللغة التركية المستوى المتقدم جهبير. نعود بعد طول انقطاع لنبدأ النصف الثاني من هذا المستوى. نحن الآن مع الدرس الأول من الوحدة الرابعة. عنوان الوحدة الرابعة هو كما نرى الآن، عنوانها بير ماروزاتم فار. ماروزات كلمة عربية مشتقة من كلمة معروضات، عندي معروضات يعني عندي طلبات. ماذا سندرس في هذه الوحدة؟ هذا أهم ما سندرسه. أولا البجريلر، المهارات. المهارة الأولى ديليك وشكايتلري إلى تبلمة، القدرة على توصيل الطلبات والشكايات. ديليك الأمنيات وشكايتلري والشكايات إلى تبلمة، القدرة على إيصالها. هذا الشيء الأول، المهارة الأولى. المهارة الثانية كروم كروم لارلا يزشما يبابلما. كروم لارلا مع المؤسسات، مع الجامعات، مع المدارس، مع المراكز. يزشما يبابلما، القدرة على التراسل مع المؤسسات. هذه المهارات التي سنأخذها من هذه الوحدة. الآن قسم القواعد ماذا يحوي؟ يحوي قسم القواعد على بيرلشيك فيلر، الأفعال المركبة، يعني الفعل الذي يحوي على لاحقة زمانين. مثلا أولا يور يبيور، هذا زمن غير مركب، ثم الجينيش زمان يبار، ثم المش الماضي غير المرئي، ثم الأجاك أولمك، جلجاك أولدو، صار سيأتي. يعني هنا في هذه الحالة سندرس القاعدة فيما بعد، لكن معناها أن يصبح الزمن المستقبل صفة، سيأتي صار سيأتي، هكذا سهلة جدا هي، سندرسها في وقتها إن شاء الله. أيضا سندرس الظروف. القاعدة السابقة هي يعني استخدام الأفعال كصفات، هذه هي القواعد التي سندرسها في هذه الوحدة. أيضا سندرس ظرف فيلر، الأفعال الظرفية، لاحقة أجاك أو لاحقة د مع قدر، ولاحقة أجاك أو لاحقة د مع جيبي. أيضا سندرس الروابط بين الجمل، مثل زيرا ومعناها لأن، وأكسي هالدا معناها وإلا، ومثل أتشكتشس يعني بصراحة. ثم الكلمات ستكون في مواضيع إيش حياته حياة العمل، ومواضيع شكاية لر الشكاوى، ومواضيع ديليك تشالر ديليك تشالر الطلبات، تقديم الطلبات. هذه هي خلاصة الوحدة الرابعة، ونبدأ بدراستها الآن. طيب، العنوان الأول اسمه جنلوك حياة، حياة يومية. هذه هي الكلمات التي تلخص القاعدة التي ستأتي في هذا الدرس أو تعطي نظرة عنها. أكيور أولاجام، أكيور أولاجام، سأكون أدرس. مثلا أقول في السنة القادمة سأكون طالبا في الجامعة. جلجك سنة دا أكل أونيفرسيتا دا أكيور أولاجام، أكيور أولاجام، سأكون أدرس، يعني سأكون طالبا. المثال الثاني جلماز أولدو، صار لا يبتسم. مثلا بعد وفاة زوجته غابت الابتسامة عن وجهه. مثلا إشي لونجا جلماز أولدو، صار لا يتبسم أبدا. أوكوموش أولدوك، صرنا دارسين. مثلا بعد أن تخرجنا أوكوموش أولدوك، وهكذا مازون أولونجا أوكوموش أولدوك، أو بسياق آخر، لكن معناها صرنا دارسين. تشالشر أولدوم، صرت أعمل. مثلا أقول ابتداء منذ عام 2013 بدأت في العمل، أو صرت أعمل، أو في عام كذا صرت أعمل. كيبين أون أوتش تا تشالشر أولدوم، في عام 2013 صرت أعمل تشالشر أولدوم. الآن هذه كلها أفعال لكن استخدمت بطريقة الصفة، صار لا يبتسم، صار نعم. الآن الجمل أيضا مقدمة لهذه الوحدة حتى نفهمها ونفهم قواعدها. جمل عن القواعد التي سندرسها. الجملة الأولى تقول جلجاكيل
üniversitede okuyor olacağım. Gelecek yıl üniversitede okuyor olacağım. Fi sanatil kadime sakunu taliben fil cemya. Okuyor olacağım sakunu taliben. Yani sakunu akrabu fil cemya. El cümle el memleketinden ayrıldığından beri منذ انفصاله عن مملكته أو عن مسقط رأسه memleketinden ayrıldığından beri yüzünü hiç gülmez oldu. منذ أن انفصل عن مدينته صار وجهه لا يبتسم. Memleketinden ayrıldığından beri yüzünü hiç gülmez oldu. صار وجهه لا يبتسم. El cümle التالية bu kitabı da okumuş olduk. Bu kitabı da okumuş olduk. Ve sırna kari'ine lihazel kitabı eyban. Bu kitabı da, hazel kitap eyban okumuş olduk. Sırna kari'ine lahu. Yani enheyna kıraatehu. El cümle التالية ماذا تقول? Sizinle beraber çalışa çalışa daha dikkatli çalışır oldum. Sizinle beraber çalışa çalışa daha dikkatli çalışır oldum. Sizinle beraber ma'akum çalışa çalışa ma'al ameli ma'a mutabaati'l ameli ma'akum daha dikkatli dakikun ekser haziran ekser çalışır amel oldum sırtu. Sırtu a'malu bi dikkatin ekser av a'malu bi hazarin ekser ma'a mutabaati'l ameli ma'akum. Sizinle beraber çalışa çalışa daha dikkatli çalışır oldum. انتهت الجمل. الآن القسم التحضيري لنص القراءة. قسم التحضيري ماذا يقول لنا؟ hazırlık çalışması يقول لنا aşağıdaki dilekçe örneği sizce hangi durum için yazılmıştır? Aşağıdaki dilekçe örneği. Aşağıdaki fil esfel dilekçe örneği unmuzaj takdim talep. Dilekçe talep örnek namuzaj au misal. Unmuzaj talep الذي في الأسفل sizce برأيكم hangi durum için yazılmıştır? Hangi durum için min ajli ayyati halatin yazılmıştır? Kad kutiba. Linanzur ila hadha talep ve evvelen tarih tarih 02/01/2013 2/1/2013. برأيكم لماذا كتب هذا الطلب؟ نقرأ هذا الطلب. أولا في البداية كتب فيه İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanlığına ila imadeti kulliyeti el edeb fi cemiyati İstanbul. İstanbul Üniversitesi Cemiyatı İstanbul Edebiyat Fakültesi Kulliyetül Edeb Dekanlık Riyasetül Kulliye yani imade nakulehu el arabiye ila imadeti kulliyeti el edeb fi cemiyati İstanbul. Maza taqul? Maza yaqul hada talab? يقول 231 numaralı Türk dili ve edebiyatı bölümü öğrencisiyim. İntehat el cümle el ula. Maza yakul fi hadihi cümle? Yakul numaralı rakam, thumma ba'd rakam yakul numaralı. Yani zu rakam kaza, hadihi sıfa el ula. Türk dil ve edebiyatı bölümü öğrencisi, hadihi sıfa el taniye, yim ana. İzan sara ma'naha ana طالب في قسم الأدب في قسم الأدبيات ترك ديلي وأدبيات في قسم الأدب التركي ذو رقم 23/025/11. نكمل هذه الجملة. الجملة الثانية في الطلب ماذا يقول فيها؟ يقول يورت باشفورسو إتشين أورانجي بلجامين هزرلانب طرف ما verilmesini istiyorum. İstiyorum, uridu. Mâzâ uridu? Yakul. Yurt başvurusu için. Yurt başvurusu için. Min ajli takdimi talabi ala sakan tullabi. Yurt as sakan tullabi. Laha ma'nayin. Sakan tullabi ve vatan. Yurt başvurusu. Başvuru takdimi talab. Min ajli takdimi talabi ala sakan tullabi için. Öğrenci belge. Vefiqe talib. Öğrenci belgesi. Öğrenci belgemin hazırlanıp tecihizuha طرفما وريلمسني وإعطاؤها لطرفي يعني وإعطاؤها لإستيورم أريد من أجل تقديم الطلب للسكن الطلابي أريد ماذا؟ أريد وثيقة طالب أن تحضر وأن تسلم إلي سايغلارم لا أرزدارم أقدم هذا مع احترامي. انتهت هذه الديليكشا. بعد الدليكشة في القسم الأيسر ماذا يكتب؟
adı, soyadı, el ismi ve kunye Ahmet Başaran mesela imza yuqa tevkiye. Tayyip. Aydan fil kısmı el-eyser mâza yektub? Adres. الادرس مثلا هكذا نكتبه كما درسنا في المستوى الاول اكايا محلسي منطقه محله اكايا يلماز سوكاك اسم الشارع عمر عمر يلماز سوكاك اسم الشارع سوك يلماز بعد هذا عمر ابارتمان بناء اسمه عمر نمره 51 الدائره الشقه التاسعه بشكتاش اسطنبول اخر شيء نكتب اسم الالتشا واسم المدينه نكتب المحله الجادة أو الشارع البناء رقم الشقة ثم نكتب اسم الإلتشا يعني المنطقة الكبرى تحت المدينة ثم نكتب اسم المدينة مثلا بشكتاش إسطنبول فاتح إسطنبول أمينو وهكذا طيب تل تليفون ثم نكتب رقم تليفون هكذا 0-520-248-52-78 هذا نموذج عن الطلب الذي يقدم لأي دائرة رسمية. طيب يقول لنا السؤال أشادكي ديليكتشا أورنيي سيزجا هانجي دروم إتشين يزول مشتر هذا النموذج الطلب هذا برأيكم من أجل ماذا قد كتب؟ من أجل ماذا؟ طيب الآن قسم القراءة لن نفرغ له درس جديد لأنه قصير جدا نعم نفرغ أم لا نفرغ؟ لا نفرغ له نقرأه الآن أرزو هال ديليكتشايا أرزو هال دان أرزو هال دان ديليكتشايا من عرض الحال إلى تقديم الطلب هذا هو عنوان النص حتى تكون القراءة أسهل ننتقل إلى ملف محضر سابقا ومكتوب فيه نفس النص هذا هو النص بخط كبير أرزو هال دان ديليكتشايا من عرض الحال إلى تقديم الطلب يقول إسكي دان Yetkili makamlara bir durumu, şikayeti ya da dileği belirtmek için yazılan yazılara arzuhal denirdi. ماذا تقول هذه الجملة؟ Eskiden, fil kadimi, yetkili makamlara ila el mevki' el muessir, yani ila daire resmiye, o hakeza. Etkili, yetkili makamlara ila el makam sahibi salahiyye, ila men yehumuhul amr. Yetkili makamlara bir durumu şikayeti ya da dileği belirtmek için bir durumu şikayeti ya da dileği belirtmek için min ajli ta'rifi bi wad'in aw bi shakwa aw bi talab ahad hadhihi al umur al thalatha durum hala şikaye şekva ya da dilek yani umniye aw talab belirtmek için yazılan yazılara للمكتوبات التي تكتب يزلان الذي يكتب يزل المكتوب يزلرا أرزوهال دينيردي كان يقال دينيردي كان يقال أرزوهال كان يقال له عبد الحال إذن في الماضي كان يقال للمكتوبات التي ترسل إلى المقام صاحب الصلاحية من أجل التعريف بحال أو الشكوى أو تقديم طلب كان يقال لها أرزوهال الآن ماذا يقال لها؟ كما نقرأ في العنوان يقال لها الآن تقديم الطلب يقال له ديليكتشا ديليكتشا طيب نكمل القراءة أرزوهاللر بلي كورالر غوري يزلرد انتهت الجملة أرزوهاللر عرض الحال أو الطلب بلي كورالر وفقا لقواعد محددة يزلرد بلي كورالر غوري يزلرد كان يكتب وفقا لقواعد محددة İlk bölümde arzu halin verildiği makama ya da makam sahibinin rütbesine göre değişen unvanlar kalıplaşmış saygı ve dua sözleri yazılırdı. طيب الآن ilk bölümde huna kelime ilk bölümde fil kısmı الأول yazılırdı yuktabu. Fil kısmı الأول yuktabu. Maza yuktabu fil kısmı الأول? İlk bölümde yazılırdı. Ne yazılırdı? Maza yuktab? İlk bölümde arzu halin verildiği makama ya da makam sahibinin rütbesine göre. Göre vifkan. Vifkan limada? Arzu halin verildiği makama vifkan lil makami lezi yukaddamu ileyhi talep ya da makam sahibinin rütbesine av rütbet sahib hadal makam. Yani rütbet el mes'ul değişen unvanlar elkab muhtelife. Kalıplaşmış saygı
kalıplaşmış kad ahadat kaleben muayyenen saygı ve dua sözleri kelimatul ihtiram ve dua yazılırdı tutup. Yani fil bidaye kanu yektubun mukaddime basita kad ahadat kaleben muayyenen yani eşya mahfuzha la tuktab la yuktab gayruha tetadamman ismi'l muessese allati yursiluna ileyha risale ve duaen muayyenen ev lakbe muayyenen ev hakeza. Yani eşya mahfuzha kaleb kemel an talabat ليست مختلفة عنها. نعم. طيب بعد هذا بعد القسم الأول دها سونرا نعم انتهت الجملة. دها سونرا بعد ذلك رسمي يزم كورالارنا uygun bir anlatımla. رسمي يزم كورالارı رسمي يزم كورالارı قواعد الكتابة الرسمية كورالارنا uygun bir anlatım إخبار أو تعبير uygun mulaim anlatım tabir uygun mulaim li kavaid el kitabe resmiye resmi yazım kurallarına uygun bir anlatımla bir tabire munasiben li kavaid el kitabe resmiye dilek belirtilirdi dilek at talep belirtilirdi yuhaddadu yuhaddadu at talabu bi uslubin tabiriyin munasiben li kavaid el kitabe resmiye intahat el cümle cümle taliye bütün bunları para karşılığında yapan kişiye arzuhalci denirdi. Bütün bunları para karşılığında yapan kişi ya arzuhalcı o arzuhalcı denir. Bütün bunları kullu haulai kul hazihi kul hada arzul hal kitabatu ve tecihizuhu para karşılığında mukabil mal bi mukabil maddi yapan kişi el şahs allazi ya'mal kul ha kul hazihi el eşya bi mukabil el mal mukabil el mal arzuhalcı denirdi yuqalu lehu arzuhalcı yani yuqalu lehu صاحب عرض الحال أو صاحب تقديم الطلب. طيب أرزو هالجليك مهنة تقديم الطلبات أكور يزرن آز olduğu geçmiş dönemlerde أكور يزارلر يزارلر القراءة والكتابة آز olduğu عندما كانت قليلة geçmiş dönemlerde في الفترات الماضية. مهنة تقديم الطلبات في الفترات الماضية التي كانت فيها القراءة والكتابة نسبتها قليلة أو كان عدد القراء والكاتبين قليلين geçmiş dönemlerde geçmiş dönemlerde ancak resmi izinle fakat بإذن رسمي yapabilen bir meslekti كانت مهنة يمكن أن تتخذ بإذن رسمي فقط. يعني هذه المهنة ما كان أي واحد يستطيع أن يمارسها بل لابد أن يأخذ عليها إذنا رسميا يأخذ من أجلها إذنا رسميا أرزو هالجي أولمك إستيان كشي أرزو هالجي أولمك إستيان كشي الشخص أولمك إستيان الذي يريد أن يكون أرزو هالجي يعمل في تقديم الطلبات أرزو هالجي باشنا باشورور أرزو هالجي باشنا رئاسة الأرزوهال باشورور يقدم طلبا يعني من يريد أن يصبح أرزوهالجي يقدم طلبا إلى رئاسة الأرزوهالجي هذه المؤسسة رسمي بير كورول أنندا يبولان صنفدا باشارلو أولورسا كندسينا إزين تذكرسي وريردي. طيب رسمي كورول مؤسسة رسمية أنندا أمامها يبولان صنفدا في امتحان يجرى في امتحان يجرى أمام مؤسسة رسمية رسمي بير كورول önünde yapılan sınavda başarılı olursa kendisine izin tezkiresi verilirdi. Başarılı olursa إذا نجح إذا صار ناجحا kendisine له izin tezkiresi إذن verilirdi يعطى. يعني كان يعطى وثيقة إذن بشرط أن ينجح في الامتحان أمام مؤسسة رسمية بعد أن يقدم الطلب لرئاسة عرض الحال. طيب أرزو هالجنين ناموسلو olması kanunları yasaklanmış konuları iyi bilmesi yazısının güzel olması gerekirdi. Gerekirdi كان يجب. كان يجب في الأرزو هالجي أن يكون عنده أربع أشياء. أرزو هالجنين olması gerekirdi. أرزو هالجنين الكلمة الأولى آخر شيء olması gerekirdi كان يجب أن يكون. ماذا كان يجب أن يكون؟ أرزو هالجنين أولاً ناموسلو olması أن يكون صاحب ناموس صاحب شرف يعني ليس
لا يعرف عنه أخلاقيات أفعال منافية للأخلاق العامة. ناموسلu olması. الأمر الثاني kanunları, القوانين, yasaklanmış konuları, المواضيع الممنوعة, iyi bilmesi, yani فهم بشكل جيد. الأمر الثاني أن يعرف القوانين والممنوعات, والمواضيع الممنوعة بشكل جيد. الأمر الرابع yazısının güzel olması. أن يكون خطه جميل. Yazısı, خطه güzel olması. أن يكون جميلا gerekirdi. كان يجب. يعني كانت تجب أن تتوفر فيه هذه الشروط الأربعة. أن يكون أن لا يرتكب أشياء مخالفة للأخلاق العامة. أن يكون خطه جميلا. وأن يكون يعرف القوانين ويعرف المواضيع الممنوعة بشكل جيد. طيب. نكمل المقطع الجديد. عندك زنجو يزيل سنلرندا. في آخر القرن التاسع عشر أرزو هالجيلر إسطنبولدا genel olarak arzu halciler İstanbul'da genel olarak fi nihayet القرن التاسع عشر كان الذين يعملون في عرض الحال İstanbul'da في مدينة İstanbul genel olarak بشكل عام أين كانوا يتواجدون Beyazıt'ta في منطقة Beyazıt Ayasofya Camisi çevresinde في محيط جامع Ayasofya Camisi جامع Ayasofya çevresinde في محيطه Sultan Ahmet Meydanı'nda في ميدان Sultan Ahmet Yeni cami yakınlarında kurbe yeni cami bulunur kanu yenvecidun kana allazina ya'maluna fi arzil fi al'ard al-hal bişekil am yenvecidunâ fi hâzihi al-amâkin açık havada çalışırlardı açık havada fil hawâ'i talqi çalışırlardı kanu ya'malun masakin ve izâ nazlet al-matar فإنهم سيتبللون. نعم açık havada fil hawâ'i talqi çalışırlardı kanu ya'malun arkalıksız arka zahır arkalıksız hasır iskemlelerde oturan arzuhalcilerin önlerinde mürekkep kamış kalem gibi yazı araçlarının durduğu küçük bir masa yanlarında da müşterilerin oturacağı birkaç iskemle bulunurdu. هذه الجمله طويله بعض الشيء لكن لا مشكله. Arkalıksız hasır iskemlelerde oturan kanu yeclisun ayna oturan ellezine yeclisun yani arzuhalciler oturan arzuhalciler arzuhalciler ellezine kanu yeclisun ala arkalıksız arkalık zahır bila zahır hasır iskemle iskemle hasır yani min hasir iskemle kursi kadime hadihi suratuha hasır iskemlerde oturan arzuhalciler hakeza kanu yeclisun ala kerasi min hasir emsal hazihi allati raaytum suratuha alan ve hazihi alkerasi leysa laha zahr yastaniduna ileyhi arzuhalcilerin önlerinde emamahum önlerinde murakkab alhabr kamış kalem kalem alqasab gibi ve emsaluhu yazı araçları edevat alkitabe durduğu küçük bir masa taqifu ala masa sagira ala tavila sagira yani emamahum tavila aleyha حبر وقلم قصب وهكذا yanlarında قربهم على اليمين والشمال yanlarında müşterilerin oturacağı birkaç iskemle bulunur müşterilerin الزبائن oturacağı سيجلسون عليه birkaç iskemle بضعة كراسي صغيرة bulunurdu كانت توجد إذن كان الأرزحال هؤلاء الذين يعملون في هذه المهنة يجلسون في هواء الطلق يجلسون على كرسي من الحصير ليس لها ظهر يستندون إليه أمامهم طاولة صغيرة عليها الحبر وقلم القصب وبعض وسائل الكتابة وبجانبهم كراسي صغيرة يجلس عليها الزبائن انتهى هذا المقطع المقطع التالي ماذا يقول؟ ülkemizde okur yazar sayısının artması ülkemizde في دولتنا okur yazar sayısı عدد الذين يعرفون القراءة والكتابة artması ziyadetuhu ziyadetu الذين يعرفون القراءة والكتابة في بلدنا eski sistemde dilekçe yazma yöntemlerinin kalkması ilga eski sistemde في النظام القديم dilekçe yazma yöntemleri طرق هتابة الطلبات kalkması ilgaها إلغاء كتابة الطلبات وفقا للقواعد القديمة هذا السبب الثاني ثالثا لاتين الفابسينين بنيم سن مسي أزرنا لاتين الفابسي الحروف اللاتينية بنيم سمسي تبنيها أزرنا على أعقابي على أعقابي زيادة عدد الذين يعرفون القراءة والكتابة في تركي في دولتنا
وإلغاء الحروف اللاتينية، عفوا، وإلغاء طرق كتابة الطلبات القديمة وتبني الحروف اللاتينية، üzerine على أعقاب هذا ماذا حدث؟ أرزو هالجيلارين سايس أزالد. أرزو هالجيلارين سايس، عدد الذين يعملون في أرزو هال في هذه المهنة في تقديم الطلبات أزالد، تناقص. تناقص عدد الذين يعملون في عرض الحال بسبب على أعقاب ثلاثة أشياء: تبني الحروف اللاتينية، إلغاء النظام القديم في تقديم الطلبات، والأمر الثالث ماذا كان؟ كان زيادة عدد الذين يعرفون القراءة والكتابة. هذه هي الجملة. نعيد قراءتها. Ülkemizde okur yazar sayısının artması, eski sistemde dilekçe yazma yöntemlerinin kalkması ve Latin alfabesinin benimsemesi üzerine arzu halcilerin sayısı azaldı. El cümlel ahira, o el mekta'l ahir. Bugün adliye ve hükümet binalarının önünde küçük masalar üzerinde dilekçe yazan kişiler bitmeye yüz tutan arzu halcilik mesleğinin son çalışanlarıdır. Bugün el-yevm adliye ve hükümet binalarının önünde amama ebniyetil adliye amama ebniyeti el hukumeti vel mahkeme adliye el mahkeme hukumet binaları mebani'l hukumiyye önünde amamaha küçük masalar üzerinde ala tavilatin sagira dilekçe yazan kişiler el eşhas lezine yektubuna talabat ala tavilat sagira amama'l mahkemeti ve amama devair devle heulâ'l eşhas mâza kişiler vada'na fasile kul mâ sebak يعني الآن عندنا كيشيلر وما سبق الكيشيلر كلها صفات للكيشيلر. الأشخاص الذين يجلسون اليوم أمام الدوائر الرسمية وأمام المحكمات على طاولات صغيرة ماذا بهم هؤلاء الأشخاص؟ بيتما يستوتان أرزوهال جليك مسلينين سون شلشان لردر. كيشيلر سون شلشان لردر. هؤلاء الأشخاص هم آخر العاملين. آخر العاملين بماذا؟ كيشيلر بيتمايا يوز توتان يعني الذي على وشك الانقراض او على وشك الانتهاء بيتمايا الانتهاء يوز توتان يمسك وجها يعني على وشك ارزو هالجليك مهنة تقديم الطلبات مثلي المهنة سون تشالشان لردر هم اخر من يعمل بهذه المهنة اذا هؤلاء الاشخاص الذين تحدثنا عنهم يجلسون امام مباني الحكومة وهكذا هم اخر الذين يعملون بمهنة عرض الحال التي هي على وشك الفناء بيتما يستطان أرزوها الجليك مسلين سون تشالشان دردر انتهى مقطع القراءة نقرأ أسئلته تحلونها وينتهي الدرس على خير إن شاء الله طيب الأسئلة هذا النص قرأناه كاملا وهو قصير جدا بالنسبة لنصوص المستوى الجبير طيب يقول السؤال Aşağıdaki sorulara doğruysa de yanlışsa ye yazalım. Esilleti fil esfali. İza kan sahih al nektub de. İza kanet khati al nektub ye. Es-sual el-evvel. Yekul 19. yüzyılda arzuhalciler İstanbul'da genellikle kapalı mekanlarda çalışırlardı. Mâza tekul hâzihi cümle? 19. yüzyılda fil karni tâsi'aşar arzuhalciler الذين يعملون بتقديم الطلبات إسطنبول دا في إسطنبول جنالك بشكل عام كبالو مكان لاردا تشالشر لاردا كانوا يعملون في الأماكن المغلقة هل هذا صحيح أم خطأ؟ نعيد الجملة أندكو زنجو يزيل دا أرزو هالجيلر إسطنبول دا جنالك كبالو مكان لاردا كبالو مكان لاردا تشالشر لاردا الجملة الثانية تقول بير كروما درومو شكايتي ويا إستيي belirtmek amacıyla yazılan yazıya arzuhal denir. الآن يقول تقول لنا هذه الجملة يقال عرض الحال للكتابة التي تكتب من أجل تبليغ المؤسسة صاحبة من أجل تبليغ المؤسسة عن شكوى أو طلب أو حال. هل هذا الكلام صحيح أم خطأ؟ هل عرض الحال هو تقديم طلب لمؤسسة؟ ماذا؟ نعيد الجملة بير كروما
ila muassasatin muayyana durumu el hale şikayeti eş şekva ve ya isteği ev talep belirtmek amacıyla min ecli tahdidihi yazılan yazıya lil kitabeti leti tuktab arzu hal denir yukarı leha arzu hal. El cümle el thalife tekul herkese arzu halci olabilir. Afon herkes arzu halci olabilir. Doğru mu yanlış mı? Kul şahs kana yastati an yekun arzu halci. Hel hada sahih am kana labud أن يأخذ موافقة من الدولة. الجملة الرابعة تقول أرزوها ليزمك إيشين بليرلي كالبلر واردر يوجد قوالب بليرلي محددة من أجل كتابة الطلب من أجل كتابة عرض الحال. أرزوها ليزمك إيشين من أجل كتابة عرض الحال بليرلي كالبلر واردر توجد قوالب محددة. هل هذا الكلام صحيح أم خطأ؟ الجملة الخامسة günümüzde arzuhalciler artmıştır. Günümüzde arzuhalciler artmıştır. في يومنا الذين يعملون في تقديم الطلبات زادوا. هل هذا الكلام صحيح أم خطأ؟ وفقا للدرس هو خطأ، لكن وفق واقعنا الآن زادوا فعلا، خصوصا بالنسبة لنا نحن السوريون. الآن عندما نكون في بلد لا نعرف لغتها ومعاملاتها الرسمية قد نحتاج إلى أرض الحال وهكذا مسيري المعاملات وهكذا، لكن مع ازدياد معرفة اللغة و الآن دخل الحاسوب في كل شيء، والآن المؤسسات الرسمية في الجامعات وهكذا عندما نكتب لهم طلبا يعطوننا طلب جاهز، فقط نضع رقمنا واسمنا ونوقع في غالب الأحيان. يعني طلبات كل موضوع معين تكون واضحة، طلب توقيف الدوام، طلب مناقشة بحث، طلب تسجيل، كل طلبات جاهزة، إلا إذا كان طلب خاص جدا ربما تكون له يعني يكون له قالب لا يكون له قالب نكتبه نحن. المهم السؤال الثالث يقول أشادك كلمة لرلا جملة يظلم. الكلمات التي في الأسفل لنكتب معها جملة، كلمات نعرف معانيها وأغلبها ستكون عربية، نقرأها ونقول ونترجمها وأنتم تكتبون عنها جمل. مقام، مقام يعني ما معنى مقام؟ رتبة، منصب. نضع كلمة مقام في جملة، كلمة منصب في جملة. رتبة، رتبة هي مثل لقب أو هكذا رتبة. كلمة عنوان، 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 عنوان مثلا دكتور، مهندس، بروفيسور وهكذا، نضعها أيضا في جملة. تذكرة معناها إذن، الآن أكثر شيء تستخدم على التسرح من الجيش. إسكملة، إسكملة كرسي القش القديمة التي رأيناها صورتها أثناء الدرس. طيب انتهت الأسئلة، بقي سؤال واحد يقول لنا يا سيز أما أنتم إنسانلر ندن ديليكتشا يزارلر، الناس لماذا يقدمون الطلبات، لماذا يكتبون الديليكتشا؟ سيز هيتش رسمي بير كروما ديليكتشا يزدنز من سيز أنتم هيتش رسمي بير كروما هيتش يعني على الإطلاق رسمي بير كروما إلى مؤسسة رسمية ديليكتشا يزدنز من هل كتبتم طلبا؟ هل كتبتم طلبا لمؤسسة رسمية على الإطلاق؟ نحتاج إلى كتابة الديليكتشا سواء كنا طلاب أو في الحياة العملية. مثلا إذا جاءتنا فاتورة الكهرباء غالية نريد أن نقدم طلب شكوى من فاتورة الكهرباء، إذا حصل معنا شيء كل ما يكتب إلى المؤسسات الرسمية من أجل توضيح الحال أو شكوى من أجل معين أو طلب شيء معين اسمه ديليكتشا. قسم القواعد في الدرس القادم إن شاء الله. دمتم بخير، رمضانكم مبارك وصيامكم مقبول وحياتكم سعيدة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.